بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبرنامج دكتور قدم مره يعني كل حضرتك تقدم كل حياتك. انا برضه ليه اتفضل يا حبيبي. اهلا بيكم يا جماعه ويا شباب يا بنات دكتور عمرو خالد، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم ست خطوات لاسعد وانجح علاقات. يعني لا غلط اصلا، انت قلت الاسم غلط. ايه بقى ست خطوات لاحسن علاقات؟ الهدف الوصول. اخر مره اقدم انا في الهدف الوصول الى فكره الاحسان، ان احنا نطلع احسن ما عندنا في علاقتنا. ست خطوات لاحسن علاقات، والنهارده بنتكلم في فكره الخطوبه وفكره ايه بقى العنوان؟ خطوبه ناجحه ولا خطوبه ايه؟ لا خطوبه ناجحه. اوكي، انا كنت بفكر ان هي خطوبه سعيده. عايزين لا عايزين نطلع ست نصايح للبنات اساسا وللولاد ثانيا لايه؟ لخطوبه خطوبه ناجحه. ناجحه علشان ياما خطوبات عماله بتفشل وبتتكتب على البنات، عشان كده انا قلت بالذات للبنات، وتتكتب على البنات خطوبه ويبقى اتخطبت 3 مرات. طب ازاي اعمل خطوبه ناجحه علشان ما نقعدش بنعيد الكره كل مره من الاول؟ يلا بينا. اول حاجه هو الخطوبه الناجحه، قبل ما نخش على اول نقطه، الخطوبه الناجحه هتودينا لجواز ناجح. جواز ناجح كده؟ لان شوف بقى، تعالى ناخد الكلام الديني الجميل، من صحت بدايته صحت نهايته. اللي يبتدي صح ينتهي صح، واللي يبتدي غلط ينتهي غلط. طيب تعالوا نفكر يا بنات، والكلام ده على فكره لما بنقول له خطوبه ناجحه مش معنى كده ان احنا بنكلم المخطوبين، ده احنا بنكلم البنات اللي عندهم 18 سنه و20 سنه و21 وشباب وبنات. اول نقطه او اول نصيحه نقولها لكم، كلمه خطوبه معناها وعد بالجواز مش جواز. ادي اول الخطوبه وعد على فكره ده تعريفها الشرعي. يعني لو رجعت لاي كتاب دين ولو رجعت للغرب مفهوم ايه، مفهوم فكره الخطوبه ايه، ده كلام مبدئي. تيجي نتجوز، طب يبقى ايه الهدف في فتره الخطوبه؟ الاغراق في العواطف والرومانسيه هيطلعك بره الهدف الاساسي. مش معنى كده ان مفيش اي احاسيس والا هنتجوز بعض ليه، لازم في احاسيس، لكن فكره الخطوبه تعالى اعرفك اكتر. ممكن تعرفيني بنفسك اكتر؟ احكي لي عن نفسك. يلا نقعد نسمع كتير، احكي لي قصتك من ساعه ما ابتديت، احكي لي عن عيلتك. ونقعد نعمل افكار قبل ما نتقابل. النهارده تعالى احكي لي بتحب ايه، احكي لي بتكره ايه، طب واحلامك ايه، طب واهدافك ايه، طب وايه التجارب اللي مريت بيها في حياتك. مش معناه ان احنا لازم نحكي الحاجات الوحشه، لان حكي الحاجات الوحشه يؤدي الى بوظان الخطوبه. مش اتمام الخطوبه. كنت هقولها في المحظورات على لكن عارف، تعالى نكتشف بعض، تعالى نتعرف على بعض اكتر. وعلى فكره لها طعم ولها جمال رائع، عشان الناس اللي بتقول انت كده فرغتها من العواطف، دي هي دي في حد ذاتها عاطفه. كيوريوسيتي او فضول اكتشاف الطرف اللي قدامي، انت مين؟ احكي لي. لكن طول الليل والنهار بنتكلم في الحب وانا لسه ما عرفتكش. محدش يفهم من كلامي ان انا بقول للبنات خليكي بلوك كده ومفيش اي عواطف. امال هيتجوزك ليه وانت خليك بلوك مفيش اي عواطف؟ اصل احنا ده لسه مش جواز. وتبسطي في الخطوبه، بسطوا انبسطوا في الخطوبه. وفي كلام لطيف، انا بنبسط لما بشوفك. هو ده كلام مؤدب حلو وما وصلش لعمق العواطف اللي تخلينا نفقد التركيز في الهدف. يا بنات ويا اولاد، الخطوبه بتبوظ لان احنا بننقل مباشره على حاجه من الاثنين، يا خناقات الماديه يا اما الاغراق في العواطف، وبننسى الهدف الاساسي اللي هو ممكن اعرفك اكتر. دي النقطه. ايوه، ده انا عجبني كلمه وعد بالجواز، لان هي هتصح مفاهيم البنت بعد سنه سنه. حضرتك عارف ان ممكن الخطوبه تستمر 3 سنين، بيتحولوا لزوجين خلاص، يعني كل مواصفات الزوجين بقى موجودين، تبتدي يحصل مشاكل طبعا زي ما قلت في النقطه الثانيه. فبالتالي كونها ان هي شايفه ان ده وعد بالجواز، اذا ممكن يخلع بكره صح، ونجيب واحد ثاني غيره. واتخطب وما عجبنيش وانا ما عجبتوش، في خلافات بيننا، مع السلامه، واتخطب ثاني وثالث ورابع لحد ما الاقي شريك حياتي يعني. فاظن ان كلمه وعد دي فيصل كبير جدا للبنات يعني، وتستخدم صح وفي الاتجاه الصحيح. يلا ننقل على النقطه الثانيه. النقطه الثانيه هي قائمه الممنوعات. اتفضل. حضرتك قلت في النقطه الاولانيه حاجه قريبه منها جدا، يعني اللي هو ما تحكوش عن ذنب ستره الله عليك باللجل. يعني انت احيانا بتكوني وقعت في اخطاء، هو وقع في اخطاء، ما نجيش نعترف لبعض. الواد يجي لي يقول لي مسكت خطيبتي وقعدت اقول لها كنت تعرفي مين قبليه وكنت بتكلمي قبليه بالتفصيل ودون ولا، وبيعتبر ان ده يبقى المفروض جزء من المصداقيه كده، عشان ابقى مطمن لك. ليه نحكي اخطاء اصلا؟ ليه نحكي اخطاء سترها الله؟ ومفيش داعي ان احنا نؤدي الى ان احنا ندخل في مناطق
مش صحيحه. ده حقيقي. ومش مطلوب انك تقوليها. دي قايمه من قايمه الممنوعات. ايه كمان قايمه ممنوعات تاني؟ الكلام على الاهل. يعني ساعات البنت مثلا عشان خطيبها تتعاطف معاها تقول له على فكره ماما بتعاملني وحش، بابا مش عارف بيعمل لي ازاي، طب بابا وماما متخانقين مع بعض، طب اخويا مش عارف بيصاحب واحده، تبتدي ان هي من كتر ما خدت عليه تنقل فضايح البيت للولد اصلا لغايه ما يبقى مش عايز يتجوزها. لغايه ما يبقى مش عايز يتجوزها. ولو متجوزها ما بيحسش ان هي وراها اهل ولا ليها كبير ولا لها سند. ممكن يعيرها والله العظيم يا دكتور. يعني تجي لي بنت تقول لي جوزي عارف واحده، فبقول له انت ايه؟ قال لها مش انت حكيتي لي قبل كده ان باباكي كان وقع مش عارف ايه اصلا؟ ادي مصيبه. اظن ان اهم برضو محظور يعني دخول الغريزه على الخط، بتشوشر على احيانا الغريزه ممكن نفس تكون نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده. بس ده ما يمنعش ان احنا بنبدي احاسيسنا الحلوه. يعني دخول الغريزه غير ابداء الاحاسيس. ابداء الغريزه ده حقيقه. فهمني زي اللمسه يعني. هي عايزه توازن. انا بنبسط لما بشوفك، انت وحشتني. ما احنا هنتجوز ليه؟ ما هو في عاطفه. لكن الاغراء ان انت تروح للغرائز بقى وتروح في السكك العميقه دي، اولا حرام، ده اساسي. ثانيا ده من احد اسباب افساد الجواز. بيوصل حاجه من الاثنين، يا اما يوصل ادمان العلاقه اللي هو الادمان الغريزي للعلاقه اصلا بينه ولمساته كده فادمنته، وهو اصلا مواصفاته زي الزفت اصلا ومش هو شايفة. شخص مشوه مش شايفه خلاص بقت عمياء تتعمي عينيها اساسا. يا اما يختلفوا ويبتدي يبقى بيحصل فضايح بعد الخلافات. بعد ما اختلف خطيبتي وكانت بعت لي صورتها وهي في البيت بلبس البيت مش عارف ايه بتاع، وسابت خطيبته سابته، فيبتدي بقى يحصل طبعاً مشاكل. ايهاب بيحكي الحاجات دي ليه؟ عشان هو غارس في الاستشارات الاسريه، فبيبقى شايف بالظبط البلاوي. انا اسف يعني اللي بتحصل. عندك حاجه في قائمه الممنوعات تاني ولا انقل؟ طيب النقطه الثالثه. لا يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي نقطتين، ست نصايح لخطوبه ناجحه. خليكم فاكرين، واحد، الخطوبه وعد بالجواز وليست جواز. ركزوا على معرفه بعضكم. اتنين، قائمه الممنوعات وايهاب قالها. النقطه الثالثه، الاختبارات الذكيه المؤدبه. ايه الاول؟ في اختبارات غبيه اصلا؟ ان هو قعدها كانه مقعدها ممتحن بيختبرها. لو حصل كذا هتتصرفي ازاي؟ ردي دلوقتي، لا ما تفكريش كتير. يا ابني احنا جايين نتجوز. هو مدرس هيعمل كده صح؟ لكن الاختبارات الذكيه المؤدبه معناها ان يا ترى هي في الموقف ده تتصرف ازاي. الاختبارات الذكيه المؤدبه ان هي بتفكر هو بخيل ولا مش بخيل، طيب هو مسرف ولا مش مسرف، هيبان في شكل الهديه، بيجيب هدايا مبالغ فيها جدا او ما بيجيبش خالص. فاهمني؟ الاختبارات الذكيه مؤدبه ليه؟ لان مش قايمه على الاحراج، انما قايمه ان انا عمال احل. لان الخطوبه زي ما قلنا كل واحد فينا بيعرف التاني، ففي حاجات بنعرفها بالكلام اللي هي النقطه الاولانيه اعرفيه كويس، بس في حاجات بتبان بالمواقف. الاختبارات الذكيه المؤدبه، ابوها وامها بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ انا مركز. هو نفس الموضوع، ابوه وامه بيعملوا ازاي، ابوه وامه بيتعاملوا مع بعض ازاي. وفي نفس الوقت مؤدبه، ان انا مش حشري، احكي لي بقى ابوك وامك بيتعاملوا مع بعض ازاي. ليه بتعمل كده؟ خليك راقي على دي. النقطه الثالثه. النقطه الرابعه، لا انا اقول لك في النقطه الثالثه دي قوي، النقطه دي مهمه جدا جدا. يعني ده اكتشافي بقى، يوصلنا بتاعي. واللي فات دي اكتشافي على فكره. لا الاضافه ده اكتشافي، لكن الفكره بتاع الدكتور. اكتر حاجه ممكن نختبر بيها الراجل البنت تختبر خطيبها السواقه او التاكسي الاوبر يعني. والله يبقى راكب مع السواق ويغلس عليه مثلا مع الاوبر، يقلل له فلوس، يعمل مشكله. بيتعامل مع الاخرين ازاي؟ هو بيتعامل معاه بمنتهى الرقه. طب بيتعامل مع الناس ازاي؟ في السواقه بالذات يا دكتور شخصيه الراجل بتبان جدا. يبقى راكب عربيه واحد يحضن عليه، يا حيا مش تبص يا ابني مش عارف، صوته يعلى فجاه يروح عامل نفسه، هي تكتشف بقى ده هو صوته عالي وبيغلط. وتبان في لعب الكوره اخلاق الناس بتبان. انا ماليش في الكوره اصلا. يبقى يتحول بيشتموا بعض في الكوره صح؟ في ناس وهي بتلعب كوره تبان اخلاقها الحقيقيه، لانه هو بيلعب كوره. لا لو جون مش عايز يحسبه على وهو شخصيه لذيذه جدا، يتحول الى وحش كسر. حضرتك قلت مره في درس زمان من سنين ان في الحج بيبان الاخلاق من كتر ما ربنا جابهم كلهم مع بعض. طبعا فاكر الدنيا زحمه وضيقه فيبان الاخلاق، ومين اللي هيمسك نفسه ومين اللي هيظبط نفسه. يبقى قلنا لغايه دلوقتي ثلاث حاجات. والله يا جماعه الحاجات اللي احنا بنقولها دي جميله جدا ومفيده جدا، لانها عمليه وحقيقيه مش كلام انشا. وده سبب ان انا وايهاب موجودين مع بعض، ان احنا جايبين نقول الحياه فيها ايه. النقطه الرابعه يا ايهاب، تختار ايه؟ حضرتك انا عايزك تتكلم، انا يعني النقطه دي اظن حضرتك هتلمها اكتر، الماديات بقى والفرح ويكلمني ليه انا لما اكتر ما تلمها انت اكتر. لا بظن من خبرتك الحياتيه اللي تقصد المبالغه في الماديات. المبالغه في الماديات دي
بتعمل حاجة رهيبة، بتنزع البركة، تروح البركة من كتر النظر للآخرين. مقارنة؟ مقارنة. بنت أختي جالها كذا. عدم الرضا بوضعنا. بص الآية الجميلة، لينفق ذو سعة من سعته. الإنفاق ضروري، بص التوازن، الإنفاق ضروري على قد قدراته. إذا جاءكم من ترضون دين. فأنت ليه عمال تبص للي حواليك؟ أنت ليه؟ ما هو أنت السقف ما بيوطاش بقى، أنت عملت علي السقف وبنت خالتها الخطوبة بتاعتها اتعملت في سهل حشيش اللي هو حتة في راس البر. أيوة، ومش عارف ومين، وهي ما تقلش عن بنت عمتها اللي الخطوبة بتاعتها حصل فيها الشبكة الفرح. كانت بكذا. يا عم لينفق ذو ساعة، بص القاعدة القرآنية، لينفق كل ذو ساعة من ساعته، كل واحد على قد قدراته. مش أنتم موافقين عليه، هو ساعته كده، مش عايزينه بلاش. بس طول ما انت بتعلي السقف، طول ما انت بتضيق على بنتك، ويضيق ربنا عليكم. وكل ما توسع وتكون، وبعدين تلاقي على يد ما خفيف جدا. اول مقابله، اول مقابله يقول له بص يا ابني احنا ما عندناش طلبات خالص. تاني مقابله قايمه بالطلب. بنشتري راجل بعد كام؟ هل معنى كده ان احنا ما لناش طلبات؟ لا طبعا لينا طلبات، بس هي تاني القاعده، ما تبصش على غيرك وعلى قد ساعتك وساعه اللي قدامك. كنت عايز اقول حاجه في النقطه دي، عايز اقول لبنات يسوسوا على حاجه معينه. دايما البنت تيجي تقول لي مثلا انا قاعده مع العريس وعايزه اطلب شبكه معينه او عايزه اطلب مهر معين، اقول لها سوسي، ابعتي لباباك رساله واتساب كده وانتوا قاعدين مع بعض، وخليه هو يقول لك انت ما تقوليش انت رومانسيه وجميله، ما بيفرقش معاكي الفلوس خالص يعني. okay. النقطه الخامسه، الاقنعه، اخلعوا الاقنعه. يعني ايه اخلعوا الاقنعه؟ انت واحنا بنحضر انت كتبت كلمه الاقنعه، قمت انا كاتب لك قبلها علشان تبقى للبنات كلام ممسوك. يعني ايه المطلوب؟ يعني ايه عايز تقول ايه في اخلعوا الاقنعه؟ سنه اولى جواز بيحصل ليه طلاق اساسا، بيشوف بعض بصوره تانية خالص تماما. هي البنت على طول كل ما تشوف في اقنعه شكليه وفي اقنعه روحيه. الاقناع الشكلي كل ما يجي يزورها في البيت هي على سنجه 10 وفول ميك اب ومش عارف عامله ازاي، فطبعا بيروح البيت يتسرع بعد ما يتجوزها. يعني شوف بقى الشعر منعكش، صاحيه من النوم مش عارف ايه. فنشوف بعض على طبيعتنا احيانا، ده اللي هو الاقنعه الشكليه. في الاقنعه في الصفات، هو مثلا لحد ما عصبي فكاتم في نفسه اول فتره الخطوبه مش عايز يوريها ان هو عصبي اصلا، فبعد الجواز ظهر الموضوع. هي ماديه بس هي عايزه تقول ان هي بنت مثاليه وكل حياتها بقى رومانسيه وكده. فلا، نقول صفاتنا ونتفق على حاجه، يا انا هعرف اغير عيوبي من نفسي وما اقولها لكش لو انا قادره، طب انا ما قدرتش اغير عيوبي او انا مش قادر اغير عيوبها، نقعد مع بعض بقى ونتفق احنا الاثنين طب نعمل ايه في العيب ده عشان نغيره، عشان ما تصدمش بعد الجواز والاقي في الاخر نسبه 70% طلاق في سنه اولى جواز. على فكره في نفس النقطه، اخلع الاقنعه لها بعد تاني يا ايهاب. اخلعوا الاقنعه، اوعى تبني حياتكم على كذبه. فعلا. ياما كانوا بيحبوا بعض جدا، بس هي كذبه كذبه او هو كذب كذبه. غير حته صغنططه. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ما هو انت بتفقد الثقه، ما انت بتفقدي الثقه كده. وبعدين ما هو البيت اللي هيتبني على كذبه، الكذبه هتتكشف بعد شويه، ودي هتؤدي الى فقد ثقه حتى لو بيحبها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به. يعني هي طريقة تفكير في الحياة، الكذب هيكشف. شيل الأقنعة، ما تعملش كده. فالنقطة اللي أنت قلتها صحيحة والنقطة اللي أنا قلتها صحيحة. آخر نقطة نختم بيها، درجة ستة، درجة تدخل الأهل. ما ينفعش إن إحنا كل حاجة بينا مدخل الأهل 100%، فالاهل بعد كده يتحولوا لخناقه مع الطرف الثاني وتبوظ العلاقه ومش عارف ارجعها ونتصالح احنا والاهل لسه زعلانين. والعكس ما ينفعش، ما تستشيريش الاهل خالص. ماما انا في حاجه ملاحظاها وعايزه اخد رايك فيها لاني مش عارف اخد قرار. نعمل الاثنين ازاي؟ عايزه توازن. انا اظن ان درجه تدخل الاهل دي بتبتدي من التربيه. يعني الام اللي عودت ابنها من هو صغير ان هو يشتري لبسه ويختار مدرسته ويختار كليته، هو قادر بعد كده يتعامل مع خطيبته لوحده. بس لازم يستشير، بالذات البنات في احيان معينه لما بيكون الموقف صعب. عايزه توازن يا ايهاب. هي الفكره ما بين حاجه اسمها الوصايه وال يعني انا التشاور. انا انت يعني انت مش واصي على اولادك اساسا، ما بقاش وصايه، هو انت يستشيروك لكن أيوة. لكن انا مش واصي عليهم. صح. لا سيبي خطيبك، لا مش عارف ايه، لا اقول لها عيوب خطيبها واسيبها تختار. اقول له عيوب البنت دي انا شايفاها حبيبي ان البنت دي فيها كذا كذا، ده اختيارك في الاخر، لكن مش سيب خطيبتك عشان خاطر. حلو كذا. حلو المعنى ده. ست حاجات اتفقنا عليهم. والله يا شباب ويا بنات اكتبوها عندكم، لان احنا مش جايين نقول لكم كلام نظري، جايين نقول لكم خبرات حياه. الست حاجات دول ست نصايح لخطوبه ناجحه من اجل احسان العلاقات في المستقبل. يا ترى يكونوا فدوكم
يا رب يكونوا فادوكم ونفعوكم. شكرا لكم جدا. شكرا. مع السلامة، نشوفكم على خير. السلام عليكم.